Let's go، العبارة التي تعطي انطلاقة المناورات الميدانية، التوجه نحو الجنوب المغربي الكبير من أجل القيام بتمارين عسكرية مشتركة في إطار عملية الأسد الإفريقي في نسخته 19، تمارين عسكرية مهمة تنظمها وتشرف عليها بشكل مشترك القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. 20 بلداً مشاركاً، 27 دولة ملاحظة، وقرابة 6000 جندي وضابط بالميدان. هدف هذه التمارين العسكرية هو تحسين القدرة الدفاعية، تطوير التعاون وردع التهديدات متعددة الأشكال والجماعات المتطرفة، إلى جانب إدارة مشتركة للأزمات والعمليات. جواً أرضاً وبحراً، التمارين أجريت بثلاثة مجالات بإمكانيات جوية وبحرية، وبالاستعانة بطائرات حربية وبأسلحة ثقيلة. بالموازاة مع هذه التمارين العسكرية واسعة النطاق، تم إنشاء مستشفى عسكري ميداني قرب تزنيت، فحوصات طبية وتوزيع للأدوية وللنظارات لفائدة الساكنة المحلية. درت العملية حيت الجلالة الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. ضمن البرنامج كذلك تم إجراء عملية محاكاة إزالة التلوث والتطهير بملعب وبميناء أكادير. القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية تدربت ضد تهديدات متطورة من قبيل هجمات نووية وبيولوجية وكيميائية. We've seen this used in the real world and is a very realistic training scenario. The Super Company they had the opportunity to attend an advanced training about live chemical warfare agents. عمليات يجريها مئات الضباط وآلاف الجنود في سياق تقوية الروابط والتعاون المشترك من أجل صد كل أشكال التهديدات. أكادير عاصمة سوس وجوهرة المحيط الأطلسي، وهي المدينة التي تحتضن مركز القيادة العسكرية للمنطقة الجنوبية. ومنها أعطى كل من الفريق محمد بريض واللواء برايان كاشمان الانطلاقة الرسمية للعمليات العسكرية. تحت خيمة تمويه ضخمة وبجانب أعلام الدول المشاركة، أعطى القائدان انطلاقة المناورات الميدانية مع التذكير بالمثل العليا المشتركة من قبيل السلام والأمن. Ces valeurs traduisant la volonté de nos pays doivent guider notre action et orienter le cadre global de notre coopération. Je tiens à signaler dans ce cadre que les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que Dieu l'assiste, prône la préservation de la paix et la promotion des valeurs de tolérance et du vivre ensemble, et en font une constante qui jalonne notre partenariat stratégique avec un intérêt particulier pour notre continent africain. شراكة متعددة الأشكال تلتزم بها وتقودها بدون كلل المملكة في اتجاه ولفائدة إفريقيا منذ أزيد من 20 سنة، والتزام المغرب السياسي والاقتصادي والروحي يتضمن كذلك البعد الأساسي وهو الأمن عن طريق التعاون العسكري العابر للقارات. Today the US-Morocco commitment to advancing peace, prosperity and security across the region and throughout the world is stronger than ever. إثر نهاية كلمات الافتتاح، بعض الضباط من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية يدلون بتصريحات لوسائل الإعلام الوطنية والدولية،
برنامج الاثني عشر يوما الغني والمتنوع يثير حتما فضول الصحفيين غير المعتادين على أسرار المؤسسة العسكرية. وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية تستغل هذا الحدث لاختيار عناوين بارزة طيلة مدة التمارين المسموح تغطيتها من قبل الصحافة. نبقى بأجدير طقس مشمس مع بعض الغيوم. بعض الضباط المغاربة والأمريكيين يشاهدون مباراة في كرة القدم، كل شيء على ما يرام، لكن فجأة سمع دوي انفجار. إنها عملية محاكاة هجوم ضخم يتلوه على الفور نشر فرق متخصصة. هذا هو التمرين المعروف بـ NRBC، والتي تكون فيه القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية على أتم الاستعداد لصد التهديدات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية. الإجراءات دقيقة: تأمين الموقع، تدمير جهاز التهديد، ورعاية الجرحى وإجلاؤهم عبر طائرة الهليكوبتر. هذه الشراكة كتعتبر مهمة جدا للغاية ما بين القوات المسلحة الملكية ووكالة الدفاع والحد من الأخطار النووية والإشعاعية البيولوجية والكيماوية، كونها كتدخل في إطار المجهودات اللي كتبذلها القيادة العليا من أجل إعداد فرق متكونة ومزودة بمعدات جد متطورة للتصدي لأسلحة الدمار الشامل. No, it's a very plausible scenario. We've seen complex attacks, both using explosives or chemical attacks. Today, one of the scenarios was to demonstrate the counter offensive weapons. دائما في أجدير على بعد أمتار قليلة من مدرج القاعدة العسكرية الجوية، فضاء شاسع يضم مجموعة من القاعات والتي تحتضن اجتماعات ضباط ملاحظين من جنسيات مختلفة ومشاركين في التمرين، والمسؤولون من مختلف المكاتب هم من يحرصون على وضع تخطيط دقيق للعمليات الميدانية. من المعلوم أن الحروب الحديثة تبدأ أمام الخرائط وخلف حواسيب غرف الحرب. بإحدى هذه الغرف نجد العقيد عبد القادر مومن رفقة نظرائه الأجانب. From here for your protection stand. Okay. Okay. So it's about we can protect the force, integrating the support and mitigating the risk by asking the higher command or acting ourselves. We will just put it in the matrix and ask them. The major objective is to plan to counter high scale conventional threat or threats, even violent extremist organization actions like extremism and trafficking, etc., etc. This exercise is an opportunity for us to familiarize to the operational planning process and to reinforce the interoperability, as our chief colonel has said, among the countries, Morocco and some African countries and and US AFRICOM and Western countries.
إلى ميناء أكادير في البرنامج لقاءات مجاملة وزيارة للسفن الحربية. المملكة البلد المضيف تستقبل كبار الضباط الأمريكيين على متن فرقاطة متعددة المهام. طارق ابن زياد. With African Lion 23, we have reached a format of consistent exercise. The core objective of these activities is first and foremost to promote the cooperation in the field of maritime defense and security, and also to strengthen the interoperability throughout the use of common operational procedures between the two navies. For this purpose, the Royal Moroccan Navy has deployed significant assets and equipment, such as the frigate Tariq ibn Ziyad, in addition to special forces and maritime interdiction operation teams. في الرصيف الآخر إلى جانب الفرقاطة المغربية، حان دور الضباط المغاربة لزيارة السفينة الأمريكية USS أغلي بيرك المليئة بالمدافع وقاذفات الصواريخ بحر 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 جو وبحر أرض. We are here to participate in African Lion, which is the largest joint multinational exercise here in Africa. It's a real pleasure for us to be here because of the how long the history of the relationship between the United States and Morocco is. Morocco was the first nation on earth to open her ports to US Navy and US ships back in 1777. So we are very excited to be here to continue that relationship. نعود إلى مركز تنسيق وتحليل البيانات. نجد العقيد مومن أستاذ بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة يشرف على آخر الترتيبات قبل المناورات الميدانية. It's important that we make sure that we're all on the same page so that we have a clear picture, like the Colonel was saying. So making sure that we can provide that clear picture to the rest of the staff. And it's really important for us to make sure that we're sharing that information and that we're receiving the information in a timely way from our partners. أثناء الاستراحة يلتقي المشاركون من مختلف القوات لاحتساء القهوة أو الشاي. تجمع بعض المشاركين علاقات صداقة طويلة المدة ومتينة من خلال سنوات التكوين الطويلة سويا بالمغرب وعبر العالم. هي فرصة لاستحضار الذكريات الجميلة. On se souvient même de nos années passées ensemble. Par exemple, moi j'ai fait mon cours de capitaine à Meknès, j'ai rencontré des camarades ici. On se rappelle de ces souvenirs. Mais également, on parle d'autres choses, hein, de la vie militaire, et on essaie de se connaître. On essaie de se connaître, on apprend les cultures des autres, et ça se passe très bien. Tu أكيد ذلك المقدم أيت مولاي؟ Oui, effectivement, on se rappelle, on se remémore les souvenirs de l'école. Sidi B, il était avec moi à l'école royale de l'air. Moussi était avec moi à l'école d'état-major à Kenitra. Oh, on a fait beaucoup d'activités ensemble, on sortait ensemble. Mon meilleur souvenir à Kenitra, c'est
quand on se rencontre avec l'ensemble de la promotion, on dit moi aussi le charismatique. Ça, je n'oublie pas ça. On m'appelle par-ci, on m'appelle par-là. Cet aspect relationnel est très intéressant dans une formation militaire. Ça nous rappelle des liens et des moments qu'on a partagés ensemble. Et je vois que c'est une opportunité de se retrouver, de discuter, d'échanger. J'ai beaucoup de souvenirs avec donc les anciens, les collègues et les promos qu'on a partagés à l'École royale de l'air. Les plus marquants ont été qu'en fait c'est eux qui nous ont accueillis à l'école, c'est eux qui nous ont guidés. Il y avait toujours le régime école, mais la plupart du temps, ils ont eu des missions, il y en a qui sont revenus au Sénégal. On se rend compte que ces années, même si c'était un peu compliqué, on crée des liens qui font qu'aujourd'hui, au-delà des frontières, on est tous frères. مصب وادي درعا نحو المحيط الأطلسي. بالقرب من هنا تم إنشاء المرصد فوق منتزه طبيعي مع إطلالة خلابة على سهل صحراوي شاسع، أرض تحتضن العمليات ونيران المدفعية والمركبات المدرعة في محاكاة لغزو الهدف. أوسكار واحد وأوسكار اثنان يقعان في نهاية السهل. في المنصة ضباط كبار من القوات المسلحة الملكية والدول المشاركة والملاحظة يستمتعون بالعرض في أول يوم من التدريبات على التمرين. J'ai vu seulement cette show ici et je suis vraiment impressionné de la taille et de la précision et du timing de ces différents composants de force. This exercise was fantastic. It was well coordinated. I saw that it was between motorized unit and tank units. The coordination was very good. المناورات طبعا بتجمع بين القوات وبتؤدي لبقى في نوع من الوحده في والمعرفه والسيطره اثناء التنفيذ. ده بيؤدي ان الناس كلها بتبقى في الفه بين القوات يعني وخصوصا القوات الشقيقه يعني. This is a good experience that we have here. We all of us to increase our capabilities. This is the best way to learn. It was a very good exercise. It's an opportunity for us to work with the FAR military. Share techniques, share procedures, share the way we do training, and learn from one another. هذه الاستراحة كانت مناسبة للفريق محمد مقبوب قائد القطاع العسكري لوادي درعا لإبداء ملاحظاته حول التعديلات الضرورية لليوم الحاسم. نغادر طنطان لنتوجه إلى جماعة رسموكا قرب تزنيت. في هذه المنطقة تم إنشاء مستشفى طبي وجراحي ميداني. هنا يعمل المغاربة والأمريكيون معاً لفائدة سكان المنطقة الذين يطلبون العلاج والأدوية. في رسموكا يبلغ عدد أفراد الطاقم الطبي العسكري المغربي والأمريكي 62 طبيباً، 64 ممرضاً، 13 مساعدة اجتماعية و111 عنصرا مساعدا. داخل الخيام هناك حوالي 15 مصلحة وتخصص طبي إلى جانب قاعات للعمليات مجهزة بالكامل. مصلحة العيون وطب الأسنان هما الأكثر إقبالا. السعدية والتي تنحدر من منطقة أجلو أتت إلى المستشفى للاستفادة من فحص طبي على مستوى الأسنان. الفحص أجراه الملازم الأول طبيب الأسنان محسن المنقوش.
عندي الضرسه كتعطيني الحريق وعندي الرجل حتى هي كضرني. وبكل فخر واعتزاز هذا شرف لي انني نحضر معكم في هذا المستشفى العسكري. المشكل في العظام غير خصك شي شويه ديال الوقت حيت راه مازال ما دازش الوقت بزاف صافي. انا غادي غير نعاود نكتب لك الدواء الحريق الا جاك حريق خذيه، ما تحتاجيش لا انتيبيوتيك لا حتى شي حاجه. صراحة العمل ديالنا مع الأصدقاء الأمريكيين فيه واحد طابع ديال التعاون، واحد طابع ديال الصداقة. كنخدموا بصداقة، كنستشروا بعضياتنا، كنتبادلوا الخبرات، كنتبادلوا التجارب. كتكون واحد الصداقة صراحة اللي كتقول راها غتبقى حتى من بعد هذا العمل هذا اللي إنساني بطبيعة الحال. It's for me, it's been excellent. You know, on the five times that I've been to Morocco, I feel like they're very welcoming. They welcome us into the here in the dental tent. We interact back and forth. We share information. We trade. We share each other's equipment and instruments. هذا المستشفى العسكري متنوع الاختصاصات، تصوب في تنشر في الجماعة ديال سموكا، كيجيو له تقريبا ما يناهز بين 30 و 40 دوار من مختلف الجماعات. يوميا كنشوفوا 600 ديال المرضى، ولكن الخدمات الطبية اللي كنقدموا كتقدر توصل حتى ل 1400. مع بداية يوم جديد نعود إلى مقر قيادة المنطقة الجنوبية وتحديداً إلى مركز عمليات التنسيق. الضباط المغاربة والأمريكيون يعملون في غرف الحرب. اليوم الحاسم للتمرين النهائي في الميدان يقترب مع ضبط كل التفاصيل. Attention in the jar. Five-minute drill. في مركز العمليات المشتركة المنسق الرئيسي المقدم ريتش تاونر. Inside of the Joint Operations Center, we partner with our Moroccan counterparts to bring together a team of experts in all of the different functions of war fighting. And together, we provide command and control across four countries on the African continent that make up the structure of the African Lion 23 exercise. We are working here in close cooperation with our American friends and partners in monitoring, guiding, and directing the operations and activities that are taking place
in real time in the deployment zone. In the daily meetings, we are trying to brief our commanders, either if it is the American US Army or our far side, about what's exactly happening in each time of the day. We are following the operations in real time and trying to react immediately to any incidents that could happen. نغادر أكادير إلى منطقة طنطان. مخيم للجيش الأمريكي يضم عشرات الخيام العسكرية. نجد الضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين. في الجوار تنتظر عشرات المركبات العسكرية والمدافع والدبابات أوامر الانتشار في ميدان العمليات. في نفس المكان يتم عقد اجتماع مهم آخر داخل هذه الخيمة التي تم إنشاؤها كمركز لقيادة العمليات. قائدان وشريكان يترأسان هذا الاجتماع، العقيدان إدوش وأوركوت، يستمعان لأحدث التعديلات على التمرين والتي يقدمها ضباطهما. Will be a special day. Will be a big day. Tomorrow we will be putting into practice everything we've been planned here in this room. And for this, it's because it's a special day. إنه اليوم الحاسم في مرصد مصب وادي درعة. الضباط وضباط الصف والجنود على أتم الاستعداد. على متن طائرة هليكوبتر من طراز شينوك، الفريق محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق الأول مايكل لونغلي قائد قيادة الولايات المتحدة الأمريكية بإفريقيا يصلان إلى المرصد. الجميع جاهزون. بعد أن يأخذ القادة وكبار الضباط أماكنهم، يمكن للتمرين أن يبدأ. انطلقت المناورات بمرور 4 طائرات من طراز F-16 ويترافق قاذفة استراتيجية من طراز B-1B. حان دور مدفعيات أبراهامز وآيميكس 10، ثم تتبعها المركبات المدرعة والخفيفة والأجهزة بالمدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ المتفجرة. هذا التمرين يعد مثابة فرصة للوقوف على مدى جاهزية القوات المشاركة ومدى استيعابها للمناهج التكتيكية والتقنية الضرورية لهذا النوع من التمارين المشتركة، لا سيما أنه ينفذ بالذخيرة الحية. It's the 19th edition and it even exceeded all of our expectations. And we witnessed today during this demonstration, we witnessed the firepower. We witnessed our capabilities together, and we witnessed the growth of all of the forces that participate in the exercise to demonstrate our shared commitment. And we're just excited. What's most important about what we saw today is the strength of our partnership. And we're proud of that, and we look forward to continuing to come back in future years. So we are extremely proud that Morocco is our oldest ally, the country that first recognized the United States during our struggle for our independence. And Morocco has been with us since the beginning, and we continue to be with Morocco. We're proud to be allies. And I can tell you through my personal experience here, we are friends. And we appreciate and we value that.
So Afrin and Lion is important to AFRICOM. It is a pinnacle exercise that sets the stage of our approach of building stability, building partnerships across the continent of Africa. أردنا معرفة المزيد من الفريق الأول لونغلي وسألناه مباشرة عما إذا كان من الضروري الاستعداد للحرب من أجل العيش بسلام. To keep the international norms of freedom and common values is essential. So yes, we have to prepare strong security. Collective security or shared goals to achieve those end states of stabilization, security, and prosperity for responsible nations that value those tenets in society. نعود إلى المستشفى العسكري الميداني الذي أقيم قرب تيزنيت، حيث تمكن ما يقرب من 11,000 شخص من الاستفادة من أزيد من 33,000 فحص طبي، إلى جانب العلاجات المقدمة للسكان. جلبت الخدمة الاجتماعية لقوات الدولتين المغربية والأمريكية الفرحة لقلوب الأطفال المرضى أو المرافقين لآبائهم. في البرنامج وقاية الأسنان، أنشطة تربوية مقدمة من قبل المساعدات الاجتماعيات للقوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. We have a great partnership here with the Moroccans. Over the last 20 years we have developed some friendships. This is only my second time here. But I have met the ladies that I worked with last time, and this time we're able to spend much more time and have improved the tent and the different things that we do with the children. La mission des services sociaux des forces armées royales dans cette mission est, comme vous avez vu, c'est l'accueil, l'accompagnement et l'orientation des consultants. Et en plus, il y a une tente qui est aménagée spécifiquement pour les parents accompagnés d'enfants, où ils peuvent laisser leurs enfants en toute quiétude. Bien sûr, il y a des séances de coloriage, des activités éducatives, ainsi de suite. Tout ça, bien sûr, en collaboration avec l'armée américaine. Et vers la fin, il y a des cadeaux surprises qu'on leur donne afin de leur rejoindre leurs parents. من أجل أن تنمو الأجيال الشابة بسلام في عالم أفضل وأكثر أماناً، من الضروري توخي اليقظة الدائمة والتكوين المستمر. تمرين الأسد الإفريقي المشترك خير مثال لذلك. إذا كان قد أوفى بكل وعوده مرة أخرى، فبفضل التزام هؤلاء الرجال الوطنيين الفخورين، جنود وضباط القوات المسلحة الملكية المتمركزين بالمواقع الحدودية الضامنين لأمننا وحماة الوحدة الترابية للمملكة.